بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52. سمع عين كاف ميم، مصري مقيم بالعراق، يقول: اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ 100 جنيه على أن أوفيه بعد سنة 150، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطائه 100 فقط، ولكنه أصر على أخذ زيادة قدرها 50 جنيها مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة؟ وإن كان هذا من قبيل الربا، فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك، علما أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي، فماذا علي أن أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه. قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا له صور وأنواع، ومن أنواعه هذا الذي ذكرت في هذا السؤال، وهو القرض بالفائدة، لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض، ثم يرد عليك بدله من غير زيادة ولا نقص، غير زيادة مشترطة ولا نقص، هذا هو القرض الحسن. أما القرض الذي يجر نفعا، أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بإجماع المسلمين، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد. فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضته، أما الزيادة التي شرطها عليك وأخذها منك فهي حرام وربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء. فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرما بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته. فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا، فعليكم جميعا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع محمد عبد الرحمن الغامدي، ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقريت في أحد المدن خارج مدينتي والتي تبعد عنها بمسافة قصر، ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز 4 أيام، فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصلي هذه المدة القصيرة، والتي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن وأعمل خارجها؟ إذا سافرت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنته واستقررت فيه، نعم، استيطانا دائما، وتركت بلدك تركا نهائيا، ثم قدر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه، وإنما لغرض من الأغراض، ومررت به عابرا في سفرك، هذا فيه تفصيل. إن كان فيه زوجة لك، إن كان فيه زوجة لك مستقرة، فإنه يجب عليك الإتمام، لأنك حينئذ تكون من أهل هذا البلد بوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه. أما إذا لم يكن لك فيه زوجة وليس لك فيه أهل، وإنما مررت به عابرا ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك، فإنك تقصر الصلاة، لأن لك حكم المسافرين. إلا إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يجب عليك الإتمام أيضا، لأنك تأخذ حكم المقيمين، الله تعالى أعلم. لو لم يكن خروجه من هذا البلد خروجا نهائيا، إذا كان عفوا، وربما
يعني بقي له بعض الأملاك أو بعض البيوت والأقارب أيضا، يزورهم ربما في السنة مرة أو مرتين، فهل إقامته في حدود 4 أيام تعطيه حكم المسافر أو حكم المقيم؟ إذا كان له أهل في هذا البلد، له زوجة، زوجة ليس له زوجة، أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالا نهائيا وإنما ذهب إلى غيره ذهابا عارضا لعمل من الأعمال ثم يرجع إلى موطنه واستقراره، هذا البلد هو محل إقامته، فليس له أن يقصر فيه، لكن هو يذكر أنه رحل منه رحيلا نهائيا واستقر في موطن آخر، فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته. نعم. أما إذا كان بالعكس، موطن إقامته هو موطنه الأصلي وإنما ذهب إلى غيره لأجل عمل من الأعمال مؤقت ثم يرجع إلى بلده، هذا لا يعتبر، نعم، لا يعتبر مسافرا إذا جاء في بلده. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا كنت في سفر مسافة قصر وحين عودتي إلى حيث أقيم وقبل وصولي بحوالي 10 أو 20 كيلو متر حان وقت صلاة رباعية، فهل يجوز لي القصر والجمع أم القصر فقط أم لا يجوز شيء منهما؟ أما القصر فيجوز لأنه لم ينتهي السفر، ما دمت لم تدخل في البلد الذي سافرت منه فإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك، سواء بقي 20 كيلو أو أكثر أو أقل، حتى لو كنت أدرك وقت تلك الصلاة فلك القصر ما دمت خارج البلد وما دمت في طريقك من السفر. أما الجمع فلا داعي له، بل تصلي الصلاة الحاضرة وتقصرها، والصلاة الآتية تتركها في وقتها إذا وصلت. نعم. أقول بالنسبة للقصر، أقصر حتى لو كنت سأدرك وقت تلك الصلاة في المدينة؟ نعم، إذا دخل عليك الوقت، نعم، وأنت ما زلت في الطريق، في السفر وفي الطريق، فإنك تقصر، لأن أحكام تقصر وتفطر في رمضان، لأن أحكام السفر ما زالت إلى، نعم، أن تدخل في البلد الذي تريد الاستقرار فيه. بارك الله فيكم. المستمع حسن عبد الله نمر، سوداني مقيم بالطائف، بعث بسؤالين. يقول في سؤاله الأول: ما مدى صحة الحديث القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ وإن كان صحيحا فما معناه؟ وفي أي شيء تكون القوة؟ أولا، الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ومعناه أن المؤمن القوي في إيمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في عمله وبدنه، لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته البدنية وبقوته الإيمانية وبقوته العملية، ينتفعون من ذلك نفعا عظيما بالجهاد في سبيل الله وفي تحقيق مصالح المسلمين وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين وإذلال الأعداء والوقوف في وجوههم، وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف، فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان كله خير، المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أكثر خيرا منه لنفسه ولدينه ولإخوانه المسلمين، فهذا فيه الحث على القوة، ودين الإسلام هو دين القوة ودين العزة ودين الرفعة دائما وأبدا، يطلب من المسلمين القوة، قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فالقوة مطلوبة في الإسلام، القوة في الإيمان والعقيدة والقوة في العمل والقوة في الأبدان، لأن هذا ينتج خيرا للمسلمين. نعم. السؤال الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وما المقصود بإرم؟ هذه القبيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي من الأمم الكافرة العاتية التي اغترت بقوتها وجبروتها، لأن الله أعطاها من القوة البدنية وقوة الحضارة والملك ما اغترت به وطغت بسببه. نعم. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لأنهم لما جاءهم نبي الله هود عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته
تكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم. قد ذكر الله قصتهم في مواضع كثيرة من كتابه، ومن ذلك هذا الموضع من سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم ولد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. قال ابن إسحاق: وهم الذين بعث الله فيهم رسولا هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان وزيادة تعريف بهم. قوله تعالى ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، قد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. انتهى كلامه رحمه الله، وبه يتبين المراد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع نون عين تاء من العراق القاطع الأوسط، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة، فغضبت جدا وقلت لها طالقة على جميع المذاهب، وهي أيضا حرمتني على نفسها وقالت بأنك كأخي بعد اليوم، ولم يطل بيننا الخصام فقد رجعنا إلى بعض بعد أن هدأت أعصابنا، فهل في رجوعنا هذا شيء مخالف بعد أن حدث ما حدث مني من طلاق ومنها من تحريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، كلاكما مخطئ في هذا التصرف، لأن الواجب على المؤمن إذا مسه شيء من الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يملك لسانه من النطق الفاحش والكلام السيء، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فالواجب علاجه بالاستعاذة بالله من شر الشيطان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا هو الواجب على المسلم عندما يصيبه شيء من الغضب. أما بالنسبة لما حصل منكما من أنك تلفظت بالطلاق وهي تلفظت بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذه ألفاظ بذيئة وألفاظ محرمة، وبما أنك قد راجعتها فإذا كانت الرجعة صادفتها في العدة ولم يكن الطلاق متكاملا 3 طلقات فإن الرجعة صحيحة. أما إذا كان هذا الطلاق يكمل طلاقا سبق قبله إلى 3 تطليقات فإنه لا رجعة لك عليها، أو كانت الطلاقات دون 3 ولكنها قد خرجت من العدة فإنك أيضا لا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، وإذا كانت تكاملت 3 ليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها. أما بالنسبة لما صدر منها من التلفظ بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجري مجرى اليمين، فعليها كفارة يمين بأن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو 10 مساكين لكل مسكين منهم ثوب يجزيه في صلاته. فإذا لم تجد واحدا من هذه الأمور 3 فإنها تصوم 3 أيام. والذي أنصح لكما به هو أن تتجنب مثل هذه الألفاظ، وأن لا يحملكم الغضب على الوقوع في مثل هذا، لأن هذا من الشيطان وربما يوقعكما في حرج لا تستطيعان الخلاص منه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع
علي ضياء الحق عبد الكريم من جمهورية بنين الشعبية، يقول: من العادات المعروفة والمشهورة عندنا تلقين الميت بعد وضعه في قبره وبعد أن يوارى عليه التراب، ونرى أن معظم العلماء على هذا، وبعضهم لا يلقي له بالا، أعني علماء بلدنا، ويستشهدون على ذلك بأنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم أنه وقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ولقنه، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أنت خير الخلق، وبعد وفاتك من يلقننا؟ فقال لهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الآية. والسؤال: ما مدى صحة هذا الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان التلقين مشروعا فما هي صيغته وكيفيته؟ ونرجو أن تقرنوا الإجابة بالأدلة المقنعة ما أمكن ذلك، وجزاكم الله خيرا. التلقين المشروع هو تلقين المحتضر عند خروج روحه بأن يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا، حتى يلقى الله تعالى بها ويختم له بها، فيلقى عليه وهو في الاحتضار، تلقى عليه هذه الكلمة برفق ولين، وإذا تلفظ بها فإنها لا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر، إن تكلم بعدها بكلام آخر فإنها تعاد عليه برفق ولين ليتلفظ بها وتكون آخر كلامه. هذا هو التلقين المشروع. أما بعد خروج الروح وانتهاء الأجل فإن الميت لا يلقن، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، ولم يرد بذلك سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وإنما استحب تلقين الميت بعد دفنه جماعة من العلماء، وليس لهم فيما نعلم دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون التلقين بعد الدفن لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال به بعض العلماء عن اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ويترك منه ما لم يكن عليه دليل. أما بالنسبة لما سألت عنه من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، فهذا لم أعثر له على أصل أيضا، الظاهر أنه لا أصل له، وكيف يلقن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وهو صغير، مات وهو صغير ولم تجب عليه التكاليف الشرعية؟ هذا مما يدل على أن هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الواجب على المسلم الرجوع إلى الحق وإن خالفه من خالفه من الناس، وترك ما لم يقم عليه دليل وإن فعله ما فعله من الناس، لأننا مكلفون باتباع الدليل واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن نأخذ ما وجدنا الناس عليه من غير ما تمحيص وعرض على الكتاب والسنة. هذا هو الذي أنصحك به وأنصح به إخواني المسلمين، التلقين بعد الدفن لا أصل له في السنة، وإنما التلقين المشروع هو عند الاحتضار، لأنه هو الذي ينفع المحتضر ويعقله المحتضر، لأنه ما زال على قيد الحياة ويستطيع النطق بهذه الكلمة، وهو لا يزال في دار العمل ودار الدنيا لأنها هي دار العمل، أما بعد الموت فقد انتهى وقت العمل وختم العمل وانتقل إلى دار أخرى، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. بعد دفن الميت في قبره، أليس من المشروع أو من المطلوب الدعاء له وسؤال التثبيت له كما أمر بذلك الرسول في بعض الأحاديث؟ نعم، الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد دفنه أنه كان يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له، نعم، ويقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالذي يشرع للمسلمين إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قبره وأن يستغفروا له وأن يسألوا الله له التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين في القبر، فيقولون: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكررون هذا الدعاء المبارك، فإن الله ينفعه بذلك. لأن دعاء المسلمين للأموات يرجى وصوله إليهم وانتفاعهم به، دعاء الحي للميت هذا هو المشروع، نعم، لا العكس الذي يفعله الجهال والقبوريون من أنهم يطلبون من الميت أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يشفع لهم، فهذا عكس ما شرعه الله ورسوله، وهذا من المحادة لله ولرسوله، إنما المشروع هو العكس، أن الحي هو الذي يدعو للميت، نعم، ويستغفر له. الله جل وعلا يقول للنبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات،
وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور استقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام، وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أما ما يفعل مع الجنائز من هذه البدع المحدثة من الأمور التي اعتادها الناس وهي ليس لها أصل في شريعة الإسلام، فالواجب الحذر منها والمنع منها والتحذير منها.